لليزار السلطانة الأم وينها؟ فائت ولا لسه؟ ايه من شوي خير. شو الموضوع؟ والله ماني عارفان شو بدنا نعمل. الحراس قالوا لي الأمير قاسم وضعه سيء كتير. السلطانة لازم تعرف بوضع الأمير. والله إذا بيصير له شي لحتى ما تسامحنا أبدا. ولا يمكن، لازم نحل الموضوع لحالنا. رح أبعت الحكيم لعن سمو الأمير خليه يفحصه، إذا كتير تعبان وقتها منيجي ومنقلها. حجي أغا، شو صاير مع قاسم؟ افتحوا الباب، بدي شوف سمو الأمير. عفوا يا سلطانة، ممنوع نفتح لحدا. انت كيف بترفض أمر السلطانة الأم؟ يلا افتحوا، تحرك، يلا افتح الباب. إذا بيصير شي لأبني رح أخذ روحكم بإيدي. يلا افتح الباب. كمال كيتش آغا؟ آغا شو عم تعمل؟ كيف بتدخل على الحرم لك؟ افتحوا الأبواب. بس يا آغا، عم اقول لك افتح. لا تقلق، خلص ما بقى في حبس، ما رح أسمح لحدا يرجعك لهون. بس يا سلطانة، أوامر مولانا قطعية، سمو الأمير ممنوع يطلع من الحبس. بما أنه ممنوع، أنا ما بدي السلطان يعدمني. مستحيل هالشي، طالما أنا عايشة ما حدا بيقدر يلمسك. تعال أمي. السلطان أمر بهالعقوبة وما بصير حدا يعصي أوامره، حتى أنتي. لا تخافي يا بنتي، انا هون قدامك، لا تخافي، لا تقلقي، ارتاحي. شو صار؟ اهدي مدام. عتيقة، شو اللي صار معي؟ وليش انتو عندي؟ احكي برنسيس. فاريا، بالحقيقة
الهجوم يلي صار أزاكي هو بكل أسف أجهضتي ابنك. لا مستحيل. لا 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 مستحيل. اهدي أروحي. لا طولي بالك داريا معلش طولي بالك. اهدي الله يخليكي انتي لساتك تعبانة. برنسس يا باري الله يخليكي. مستحيل طولي بالك. لما سمعت بالخبر فوراً اتدخلت، وإلا كانوا هالمجانين قتلوكي. الله يصبرنا على هالبلوى، ما طلع بإيدنا شي. يا خسارة، يبدو قدر حفيدي يموت قبل ما يولد. قلتي لي قدر؟ لو شفتيهن شلون هجموا علي، هجموا علي مثل الكلاب المسعورة. هالشي كان صدفة؟ قتلوا ابني قبل ما شوفه. برأيك هالوحشية يا سلطانة مجرد قدر؟ يا برنسس انت لازم ترتاحي. إذا كان الحكي بريحك احكي. كل اللي اعتدوا عليك صدقيني رح يدفعوا الثمن كتير غالي. معروف مين اللي سواها. عائشة يا سلطانة، وأنا متأكدة. سلطانة ممكن تساويها؟ شو عرفك إنه هي؟ إذا بتعرفي شيء قولي هلأ. وحتى لو قلت يعني شو اللي رح يتغير؟ أنتي على طول بتحميها حتى لو بتساوي هالشيء قدام عيونك. وبالأخير أنا اللي بطلع غلطانة حتى لو بكون عم موت. لا تقارني هالشيء باللي صار من قبل. أنتي كنتي حامل بطفل ومن سلالة آل عثمان، طفل من لحمي ودمي. وإذا عائشة يلي عملت هيك وهي كانت المسؤولة عن اللي صار، فمستحيل حدا يقدر يحميها مني. سألت الحكيمة يا سلطانة، قالت لي الإجهاض تم بشكل مؤكد. تشكر ربها أنها ما ماتت. على شوي كانت رح تموت لو ما إجا كمال كيتش بآخر لحظة وحماها من الناس. كانوا هلأ عم يدفنوها لو تأخر شوي بجيته. سلطانة سمعتي بموضوع فاريا ما هيك؟ ايه يا سلطانة سمعت. ربنا له حكمته بعد كل شي ساوته عاقبه بهالطريقة. مسكينة. وانتي ما دخلك بالموضوع يعني؟ بالتأكيد لا. ليش انا شو دخلني بالموضوع؟ ليش مستغربة؟ حاولتي من قبل انك تقتليها. قولي الحقيقة ولا تتعبيني معك. مزبوط انا كتير بكرهها، واذا بتموت ما بزعل. هالشي كان قبل ما تحمل، بس بعد ما حملت من مولانا السلطان كرمال مولانا مستحيل أذيها. إن شاء الله هالمرة يكون اللي عم تقوليه مزبوط، وإلا رح أحرمك من كل شي. حتى أولادك ما بقى تشوفيهم بحياتك.
خير، وين شارد يا كمال كيتش؟ سلطانة، سامحيني ما انتبهت انه حضرتك هون. شفت شو صار؟ كل ما ابني السلطان بيترك العاصمة بتوقع مصيبة جديدة فوق راسنا. للأسف، وأنا مو عارفان شلون بدي برر الشي اللي صار لمولانا. انت مالك ذنب بالموضوع، الناس تحولوا لفيضان جرف كل شيء. اصلا الاولاد كانت رح تموت. دائما بنبهه وبقول له غيابك ممكن يكون خطر علينا وبضل مصر يروح. الله يتلطف فينا. عيوني ما عم تدوق النوم. واحد من ولادي بالمعركة ومو معروف إذا بيرجع، والتاني محبوس مع عمه بنفس السجن وما قبل يطلع، مع أني طمنته بس من خوفه رفض. وفوق هيك إجتني مصيبة فاريا. ما في شي ما له حل سلطانة، وبرأي حضرتك ما لازم تضعفي أبدا. برأيكم ليش السلطانة قسم بعثت ورانا؟ في شي أخبار بتخص مولانا يا ترى؟ الموضوع متعلق بالاعتداء اللي صار على الأميرة فاريا. وهيك موضوع نحنا شو إلنا علاقة فيه؟ يعني أركان الدولة ما عندهم شيء أهم من أمور الجواري؟ الخانة مو مثل أي جارية، هاي مفضلة مولانا السلطان، وكانت حامل لما هجموا واعتدوا عليها. هالحكي مو مقبول. إمتى كان بتاريخ الدولة العثمانية يصير علاقة بين السلطان ومرة حرة؟ وفوق كل هاد هالمرة بتكون أميرة ومن سلالة ملكية الأصول. هذا الكلام كتير خطير يا حضرة المفتي، كأنه الاصطياد بالمي العكري صارت عادي من عاداتك. دستور السلطان الأم قسم. حضرة شيخ الإسلام، يا بشوات يا أغوات، أكيد سمعتوا بالاعتداء الهمجي اللي تعرضت له مفضلته لمولانا، واضطرت إنه تجهض ابنها. هالاعتداء على حياة طفل كان رح يصير من العائلة الحاكمة ما بينسكت عنه أبداً. كيف الناس تجرأت تعمل هيك شيء؟ وإنتوا أصلاً شلون بتسمحوا لهالشي يصير؟ السلطان سجنك بقصره يا أميرة وخلاكي من جواري. العوة ما بدنا ياها. لك انت منين طلعتي لي؟ اجيتي ودمرتي كل شيء. من لما وصلتي لهون خربتي حياتي. روحي طلعي من هالقصر. الله يلعنك يا انت. جيتك في ايدي وخلصت منك. موضوع الحمل للاسف صار شبه مستحيل. كتار البنات اللي توهموا مثلك ونسيوا الاصل. السلطانة عائشة هي اللي عملتها. هالحادثة ألمتنا كتير، وهالهمجية من دون شك ما حدا بيرضى فيها، بس الوضع كان فيه شي غلط من البداية. شو الغلط يا شيخ الإسلام؟
العلاقة اللي بين مولانا السلطان والأميرة بالأصل ما أنا مناسبة يا سلطانة. العلاقة هي غير شرعية وهذا الشيء عمل توتر وأغضب الأهالي. لما السلطان بيشوفها مشروعة ومناسبة مين بيتجرأ يعترض؟ يا سلطانة بالماضي كلنا منذكر فتوى المرحوم أبو السعود أفندي، أي شيء غير مشروع بالدين لا يصح تشريعه من قبل السلطان. وهلأ في مين استغل هاي النقطة وشعل فيها نار الفتنة؟ والجاهلين انقادوا وراه طبعا. حضرة المفتي، كأنه في بكلامك لهجة دفاع عن الناس. أنا ما عم دافع عن أي حدا بنوب، وما في شك أنه هالاعتداء هو جرم واضح وصريح، ومعاقبة الجنات أمر واجب ولابد منه. بس قلت الجاهلين انقادوا وراء الفاعل وبشكل أعمى. هدول بدهم يدفعوا الثمن غالي، وكل مين إله علاقة باللي صار، بالأخص اللي أشعل نار الفتنة، بده ينقطع راسه دغري. سلطانة بعد إذنك، بس الفاعل عقوبته غير عقوبة الإنسان الجاهل. لاقوا الفاعل وجيبوه لعندي، وإلا رح هد الدنيا فوق روسهم للأهالي، وكل واحد تورط رح ينعدم. سينان باشا. مولاتي السلطانة. قول للمنادين ينشروا الخبر بالعاصمة اليوم، يا بيجيبوا الخاين يلي حرض على الاعتداء، أو بتتحول الإيد اللي عم تطعميهن لسيف على رقابهن. رح خبرهم فورا سلطانة. سلطانة، أنا بعثت مكتوب لمولانا خبرته فيه باللي صار. منيح يلي عملت هيك، لازم يعرف بالقصة. أوف، مع أنه رح يصور من الغضب أكيد. شو رأيك بكلام شيخ الإسلام؟ سلطانة، توجيه هيك نقد لمولانا مو بمحله أبدا، هذا يعتبر تجاوز. بس يكون غايب بيصيروا يتمادوا. من الأول نبهته لخطورة الموضوع. أهم شي هلأ نعاقب الخونة. هالتحقيقات مسؤوليتك. طيب وإذا التحقيق وصلنا لجوات الحرم ليك؟ حتى لو وصلك للسلطانة عائشة لازم نعرف الحقيقة.